هل اولا از هلا هلا اوكي دري عاشو عاشو اوكي هلونا بليز قطعهم قطعهم كيس حرق اي قطعهم صباح الخير أنا في مدريد وأتوقع أول ما أذكر اسم مدريد 95% إذا مو أكثر أول شيء في بالهم كرة القدم. هالمرة أنا جاي مدريد مو عشان كرة القدم عشان شيء أقوى أو جزء بسيط حق كرة القدم يعني جاي في مدريد النهاية. المهم خل أخذكم وياي حالياً عشان أعرفكم على الشباب الموجودين وياي وبعدين أشرح لكم أنا ليش جاي مدريد. لازم أخذ لي جاكيت معاي لأن أعطيكم معلومة إضافية، درجة الحرارة حالياً 4. أهلاً خلصت؟ بس في كم شخص وجههم يقابلونك؟ يمه حياك مين يقابلني؟ أهلاً وسهلاً خوفتني والله خوفتني أحمد شوك بوك يا جماعة أنا في إسبانيا في مدريد، مين بيقابلني في مدريد؟ إي والله جمعتنا صدف كذا، ترى إحنا جيران، هو بالبحرين أنا بالشرقية بس جيران هني في الفندق بعد غرفته هني انا هناك وين هناك جاهز نطلع انا خلصت نزلت المقطع نزلت قلت لكم كومنتات بتجيك حلو 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 يلا 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 الحين بنطلع نفتر في مدريد نطلع برا لا الصراحه احلى شيء هاي البخار اللي يطلع في رهيب 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 هاي الشيء اللي وراي مو شعار نادي اتلتيكو مدريد لا هاي شعار مدينة مدريد نفسها واللي هو الدب اللي حاول يوصل الى شجرة الفراولة هذه فكرت انه يمثل شعب مدريد انهم شلون قواي وشلون يطمحون يوصلون حق اهدافهم وما مرش دخل يعني بس اوكي هاي هو الشعار افترينا شوي في المنطقة هذه اسمها جراند فيا اتوقع نوع ما محلات وشي هاللون وبعدها نرجع حق الغداء حين اتوقع له فيمكن نروح نتغدى بعدها عندنا شيء جدا جدا رهيب انا عن نفسي كمدريدي متحمس له واتوقع الاغلب يعرفوه حاليا الحين بناكل هاي الوجبة المعروفة عندهم اسمها البايلا عفسه بس اول مره بجرب ارانب الحين دياي ولا ارنب ذي اتوقع هاي دياي هاي ارنب هاي ربيان ومحار عفسه زين خلني اقول لكم ليش انا وشونك حاليا في مدريد الله يسلمكم ما اذا تذكرون او لا قبل كم من اسبوع تقريبا كان في بطوله كول اوف ديوتي والفايز الاول والثاني يحصلون سفره الى مدريد عشان يلعبون مع من داني كارفاخال فحاليا احنا في مدريد وحين بنروح حق موطن كره القدم عند افضل نادي في العالم روح افضل نادي بعد الهلال بعد اوكي جاهزين يا جماعه جاهزين تن 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 شوفوا اللي وراي سانتياغو برنابيو يا جماعة طبعاً مع أن أنا رايح الملعب من قبل بس بعد ما يصير تي مدريد بدون ما تروح سانتياغو برنابيو واو 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 والله يا جماعة مع أن أقول لكم مو أول مرة أزور الملعب بس بعد كل مرة أزور الملعب أحس بهالشعور رهيب يا جماعة صدق ملعب تحس انه ملعب يا جماعة اوكي هو ملعب عارف بس يعني فهمتوا قصدي لا ملعب رهيب عجيب هاللون تحس فيه عظمة يا جماعة هاي هو ملك الكؤوس نفس ما مسمينه اهل الاتحاد شنو فكرته الكاس يا جماعة ملك اسبانيا تبرع فيه حق ريال مدريد بعد ما فازوا سنة 1905 1906 1907 1908 كلهم ورا بعض فقام اهداهم هذا الكاس من ملك اسبانيا هاي كان اول كاس ربحه ريال مدريد يا جماعه هو اول شعار حق ريال مدريد بعدها تحول الى هاي الشكل وبعدها تحول الى النادي الملكي كل الكور الذهبيه اللي حصلوها لاعبين مدريد نبتدي من 58 كوبا بعدها تروح هيوغو سانشيز الحذاء الذهبي رونالدو الظاهره
بدينا بكريستيانو رونالدو يا جماعة، الحذاء الذهبي، كرة ذهبية، بس يجمعهم ورا بعض الحين. كريستيانو وصل حق مودريتش. اكثر نادي في العالم يحقق تشامبيونز ليج 13 تشامبيونز ليج، شوفهم تبعد 13 اوكي، ولا نادي حتى قريب منهم. 1 3 13. شكرا على اضافتك شون فوق. تخيل دش الملعب هلون الجمهور كلهم يطلعونك كذي. مرتاح الكرسي مو ودك تقول اخذه هالدرجه مريح كذا سوق ترى. العب زين لا كسر لك اللوكر مالك، فاهم؟ يبي لكم شوي تضبيط انتم في الدفاع، الاثنين تفاهموا يا بعض، ما نبي كروت كربخال الحب. بنلاقيك بكره، ها جهز هزك في كول اوف ديوتي. خلنا نتاكد صدق يستعملون نيفيا ولا بس شكل؟ لا والله يا جماعه صدق يستعملون نيفيا. اوكي نغسل يدنا وين اللاعبين يغسلون يدهم. اي وصلنا حق المكان اللي بطير فيه فلوسي، متجر ريال مدريدي. اتوقع تيشرت الحراس بس جدا 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 رهيب. في نفس الوقت اتوقع باخذ لي تيشرت كربخال عشان بكره لما اقابل كربخال اخليه يوقع لي التيشرت. بداية الفلوج قلت لكم ان الفلوج ما بيكون كروي بحت، بس انت في مدريد المدينة اللي فيها ناديين من اكبر نوادي كرة القدم، ريال مدريد اللي تونا مخلصين رحنا ملعبه، الحين رجعت بس ابدل وكل شيء وبنروح حق الملعب الثاني، ملعب اتلتيكو مدريد. بيكون في مباراة حق نهائي تشامبيونز ليج، اتلتيكو مدريد محتاجين الفوز وبشدة. يلا 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 يلا. واو واو يا جماعه، هاي اول مباراه تشامبيونز ليج احضرها على الاطلاق. واو يا الاجواء، الملعب فل فل فل. يا جماعه شوفوا كراسينا، انا قاعد هني صفه ومباشره انا هني يقعدون بدلاء. يا جماعه لهالدرجة احنا لاصقين في الملعب. بلنتي مباشرة يا جماعة، بلنتي بأول دقايق. والله ما انتبهت الحين توني قاعد. بلنتي مباشرة حق اتلتيكو. تبي سيميوني على اعصابه؟ سيميوني بيموت. اوكي يا جماعة الحكم قاعد يشوف البار لان احتمال في بلنتي. بلنتي والله بينجلط لو ضيعوه بعد. اوكي النتيجة 1-0 والملعب شعلل، حرفيا شعلل. ما اتوقع تقدرون تسمعوني. لحظة خلنا نوريكم الجمهور. واو بدا الشوط الثاني، رحت اعزكم الله الحمام ثواني لا اسمع يحتفلون بالجول الثاني. صحي دقيقة 76 2-0 تتوقع تنتهي كم؟ 3-0. انا عن نفسي اتوقع بتصير 2-1. نايس. اوكي خلصت المباراة 2-0 وحاليا الحمال اللي قاعد تشوفونه حمال متحجب هاي من البرد، بس اهم بارت في الفلوج واكثر بارت متحمس له مو المباراة مو الملعب مو اي شيء اللي بصير بكرة. داني جهز روحك، مرة شلون بيقولونها بالاسباني بس بتتهزأ. لا صج والله. اوكي يلا باي.
تخيلوا يا جماعه كربخال عرف انه بيلعب ضدي فبالتالي كلمهم وشنو قال اي después de un partido así frente como Mestalla pues sí que el cuerpo lo nota, ¿no? Tener más de un día de descanso. مشكلة مو مشكلة مو مشكلة. بالتالي أنا وشونغ ونصوحي بنلعب مع كربخال كفريق من أربعة ضد أربعة يوتيوبرز إسبان، ولازم يعني عارف إنه هو بيفوز معنا فبالتالي راح حق الفريق الفايز، بس لازم نهزئهم. أوكي الحين وصلنا حق المكان وحين بنبتدي أول جيم يا جماعة. ما ضبط شيء لحد الحين، بزور ضبط لي سلاح واحد، عندنا كربخال هني مركز. Let's go. هل أولا إز هلا هلا أوكي هن أطاع we will kill them أوكي هل أتاهم هن أطاعهم باهم إيه أوكي هل أنتهم أوكي قال لكم بنشلخهم هن أطاعهم أوكي فقاعد نلعب بالإسباني الحين والوضع عفسه لأنه مو أسلحة المعتاد عليها ولا شيء من هذا بس فهم حاجة بلا هاد لعبة طبيعي بس بعد اوكي اوكي صرت اللي هناك ما يخدم بي اوكي اوكي في واحد ثاني عند بي في واحد ثاني اي 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 اوكي اوكي لحد الحين غالبين الاسبان احنا اخذ الاي اوكي صوت اللي عند بي يلا معك 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 يلا 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 خذين نسي قاعد نأدبهم شوي هاي ستة ورا بعض أنا عند إيه أوكي خذيت إيه وقتلت اللي يمها Good game! The best here? Of course, just like Real Madrid, always the best. I am Charlie01. Charlie01? Okay. Not bad, eh? Yeah, you're the second and the first. The second, Not bad. Yeah. Okay, حب ندخل الجيم الثاني يا جماعة. الجيم الأول أنا طلعت الأول جلتهم جل. الحين حس حلو محترين هلا. أنت الأول؟ شونغ يقول هو الأول. خلنا نشوف يلا. مين اللي معاه شخص وما انتبه له؟ كنا في تأخير. شيء غريب. في واحد مرة مدمج مرة. اوكي ذبحته يلا باخذتي حافظوا على ايه بس اوكي عنتيه ما عنتي لا 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 انا عند ايه رايح حق ايه كلهم عند بي قاعد يلعبون كفريق حاليا ترى معاكم عند بي ليتس جو فاموس لا 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 معلش يلا vamos يلا لك ألف لاق عندي شو السالفة بي وراك في لاق شيء غريب لاق خلص جيم جود جيم معلش جود جيم كده سولو نمبر 1 ها جود جيم بلاي الون ماي فريند استهزئ فينا على سريع يقول قاعد العب روحي العب سولو اوكي يلا قطعناهم علمنا الكلمه بس اللي احنا هنقطع بس التقطيع ما حصلش للاسف والله شوفوا انا اخر جيم كنت 3 كيلو هزقناهم في اول جيم فزوي زي دولاق وكربخال قام ما يلعب صح بس عشان يجوا فيرسس برشلونه بليز قطعهم كيس para más o menos saber porque si when just if if we lose I قطعهم ضبطنا الحين بيوقع التيشيرت مالي اوه ضبطني وقع التيشيرت ياه
غراسياس. فبعد الجيم صرنا كارفخال على صوب، قلنا له لا ما تمشي الا توقع لنا كل شيء، خليناه يوقع لكم تيشرتات بعد واسوي عليها جيف اواي في هالمقطع. خليت كارفخال يوقع لي الكاب هذه مال مورو وورفير عليه توقيع كارفخال، وفي نفس الوقت هاي التيشرت شوفوا عليه توقيع كربخال هني، اخالص الحب والتقدير الى حمان، كتب لي رساله فهاي حقي يعني. اوكي المهم يا جماعه بسوي جيف اواي عليهم نفس ما قلت لكم، بس كل عليك تسويه عشان تشارك تكتب لي طريقه اتواصل فيها وياك، وفي نفس الوقت تحط لي احلى مقطع عندك في الفلوج، تدخل السحب مباشره بخليهم هم يختارون يتواصلون وياك. المهم يا جماعه اذا تبون تشوفون فلوجات مقاطع مختلفه ثانيه تقدرون تضغطون هني، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني، ونشوفكم في حلقه ثانيه.